اهم شيء يكون الامر بالحلال والبنت تكون مناسبه لي. شنو ماكو يعني ناس ما لهم دخل. سلام، اسمي علي جاسم، عمري 35 سنة، أنا من بلد الكويت، عايش هنا ببريطانيا في لندن صار تقريبا 4 سنوات، الحمد لله الأمور تمام، وأنا على تطبيق موز. الصراحة أحب التطبيق لأنه أكثر شيء بالحلو وجميل هو سلس الاستخدام. ايضا احب الفلاتر واحب الاهتمامات مثل السفر، الاكل، الرياضة، كرة قدم، التنس، يعني من هاي الاهتمامات راح تعرف الشخص المقابلك شنو هو، شنو يهتم، شنو شخصيته، شنو هذا يناسبك هذا الشيء او ما يناسبك، فمن هذا الشيء راح تتعرف عليه اكثر. صراحة البروفايل اللي يعجبني تكون الصور واضحة، يعني بصور الشخص صاحب البروفايل اللي يكتب يعني مثل ما احنا نسميها الكليشة، انه اسمه، مواليده، بلده، شنو الهوايات اللي يحبها، شنو الاشياء اللي ما يحبها، يقدر يتنقل خارج البلد ما يقدر يتنقل. من خلال هذه الاشياء يعني البروفايل تعرف مع مين تتعامل ويناسبك أو ما يناسبك. البروفايل اللي خوفني البروفايل ما بي صورة يعني أو صورة واحدة، ما راح أعرف إنه هذا الشخص مناسب إلي أو مو مناسب، ما أعرف شنو شخصيته، أو يكون بروفايله مو مكتمل ما مكمله يعني عن الاسم أو العمر أو أي شيء يعني. والله الصراحة سابقاً كانت العادات والتقاليد تتأثر أكيد، بس حالياً شوية نقدر نقول جزينا هاي المرحلة. المجتمع صار يعني مثل ما نقول اجتماعي أكثر، والبرامج والتطبيقات عادي الناس تتواصل بيناتها، يعني شنو المشكلة أنه تواصل بالواقع أو في العمل أو أتواصل في التطبيق، يعني هو كلهم أشخاص حقيقيين يعني ماكو مشكلة. بنت الحلال المناسبة إلي صراحة تكون اجتماعية وإيجابية، مخصصة وقت يعني للعائلة أو للزوج، أيضا أكيد تكون جميلة، وأهم شيء تكون إيجابية بعيدا يعني عن النكد، زين، وإن شاء الله خير. صراحة يعني إذا تسألني هذا السؤال قبل 10 سنوات أقول لك يمكن ما أتقبله أو يكون غريب عليها، بس يعني آخر سنوات عادي يعني الناس كثير أشخاص أعرفهم تزوجوا عن هذا التطبيق أو أي برنامج تزوجوا، فالعادات والتقاليد يعني مو ضد هذا الشيء، لأن هو هذا الشيء يعني مو حرام أو عيب، فعادي يعني أنا بالنسبة لي طبيعي، وأيضا بالنسبة لعائلتي عادي طبيعي ما في أي مشكلة. لا أنا ما أخاف بالنسبة للزواج عن طريق أونلاين، يعني أول شيء هو مو حرام ولا عيب ولا مخالف لأي شيء، فما علي بردة الناس أولاً، ثانياً أهم شيء تكون البنت مناسبة إليها، أهم شيء يكون الأمر بالحلال والبنت تكون مناسبة إليها، شنو ماكو يعني ناس ما لهم دخل. المرأة والرجل أكيد هم يعني شيئان مكملان بعض، فأكيد هي لها دور يعني معين، الأمومة وغيرها، والرجل أيضا له دور، فواحد يكمل الثاني. أنا علي جاسم وأنا على تطبيق موز.